السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه برو رايتنج AID. الموقع دوت بيساعدك بالذكاء الصناعي تكتب اللي انت عايزه. الجميل ان هو تقدر تطبق ادنس في جوجل كروم او في الوورد او في الوورد بتاع جوجل، تقدر تعمل له داونلود وتسطبه عندك في اي واحدة منهم وتقدر تستخدمه، او حتى ممكن تشتغل بيه اونلاين من غير حاجة خالص، بحيث ان انت عايز تكتب اي حاجة مجرد ان انت تكتب اي بداية هو يبدأ يكمل لك المقالة، بحيث ان هو يساعدك في الكتابة، ولو في اي اخطاء ممكن يساعدك فيها، لو في عايز تعمل اعادة صياغة للجملة يقدر ان هو يساعدك فيها، ممكن حتى ترفع ملف. تمام، خلينا نرفع ملف مثلا دوكومنتس او RTF او OD او FDX، كل دي امتدادات هو بيشتغل عليها. فهو بيقول لك ان انت تقدر تعمل قصص جميلة جدا، فاقول له ماشي بيرحب بيا. تمام، فبيقول لي الانتاجيه بتاعتك، كل شويه هيقول لك الانتاجيه بتاعتك قد ايه، بحيث ان هو يقول لك ان في تحسن. Let's start. هو طبعا بيعتمد على الذكاء الاصطناعي، ممكن ترفع ملف او ان انت تقول له اديني جمله كده فيبدا ان هو يكتبها لك كده. كل حاجه انت محتاجها اونلاين موجوده. تمام، لو في اي اخطاء هو يبدأ ينبهك ليها ويقول لك ايه الاقتراحات عشان تصلحها بالشكل دوت. مثلا هتبدأ تشوف ايه الحاجات، وهنا برضو مديك الاهداف ان انت مثلا عايز توصل 100%، فيبدأ ان هو يجيب لك الحاجات اللي تقدر تعدلها عشان تخلي المقالة بتاعتك افضل. ممكن نمسح كده الجزء دوت وتبدأ مثلا تكتب أي حاجة. هو بقى بيبدأ إن هو يساعدك في الكتابة، يديك اقتراحات، ممكن تقول له أنا عايز سامري مثلا فيلخص لك الحاجة. طبعا المفروض بيقول لك التقرير هيبقى عامل ازاي. خلينا نرجع الحاجة قبل ما نلغيها ونشوف موضوع السامري. بيقول لي دي لازم تكون ايه، دفع فلوس. تمام، عندك هنا ممكن تقول له في الريل تايم، حس ان انت قاعد في نفس اللحظة. ممكن تقول له عايز اقتباسات مثلا، في حاجات كتيرة بفلوس وفي حاجات ببلاش. ممكن نقول له احنا عايزين نشوف الجرامر، فيبدأ يجيب لك الاخطاء الملائية اللي انت تقدر انت تعمل عليها تشيك. حاجة زي كده، في خطأ إملائي هنا، فبيقول لي دي المفروض مثلا تبقى ارتكل وهكذا. فهو بيديك بعض الحاجات اللي انت تقدر تعدل زي ما انت عايز، بيفحص لك المقالة او الحاجة اللي انت عاملها. ودي مهمة قبل ما تكتب اي بحث وتنشره، بتعمل تشيك عليها على اساس ما تترفضش. ممكن تترفض لمجرد ان انت كاتب كلمة غلط. تمام، دي بقى بيجيب لك اقتراحات كتير عشان تعدل زي ما انت عايز. الجميل ان انت تقدر تشير الحاجة ديت على الويب، تقدر تشير من خلال ايميل، تبعت ايميل، تقدر انت تسطبه على اغلب البرامج اللي احنا بنستخدمها، او حتى تحملها تبقى برنامج مستقل على الديسكتوب. فدي الحاجات الخاصة بالانتجريشن، ممكن تسطبه على تولز كتيرة جدا زي سفاري، زي ايدج، زي فايرفوكس، زي الوورد. تمام، طيب السعر بتاعه كام عشان ناس كتيرة بتركز في الموضوع دوت؟ في فري ل 500 كلمة. تمام، وهكذا. في بقى ب$10 تقدر ان انت تاخد امكانيات افضل. هو عامل زي شات GPT، لكن تم تخصيصه ان هو يساعدك في ان انت تنشر مقالات بشكل افضل.